المنتخب كان في المستوى وحمرنا الوجه ديالنا وان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. الاسود دائما اسود. تبارك الله عليك، الله يوفقك وان شاء الله المنتخب ديالنا غادي يربح ووصل لهذا المستوى هذا في العالم كامل. راه تقلد واحد المرتبه كبيره. والمنتخب المغربي فهمتي مع هاد لا جينيراسيون دابا اللي كاينه ديال حكيم زياش، اشرف حكيمي، سفيان بوفال، المهم هاد لا جينيراسيون يعني عندنا لاعبين في المستوى العالي. وزاد وليد الكراكي اللي عطى البسمه ديالو، لان شي بعض المرات في الفوتبول في الكره يعني ماشي التداري، ماشي لو تاكتيك اللي كيقدر ينجح اي منتخب. يعني خص ديك كما كنقولوا هو داك الانسجام العائلي، لان دابا حنا ما عندناش فرقه، عندنا عائله اللي كتشوف المنتخب مع والد الكراكي راه عائله، وديك الانسجام يعني العائلي وديك الروح الوطنيه هي اللي عطات يعني البصمه ديالها. كتعرف يعني الكره ما عندهاش منطق، وعندنا عندنا واحد الثقه هذا العام هذا ان المغرب غيمشي يعني. في الاول كان عندنا حلم يعني اي فريق افريقي ولا عربي كيوصل لكوب دي موند كيمشي للدور الاول، يعني ابخي ما كيمشيش بعيد. يعني دابا هذا الحلم غيتحقق ان شاء الله، غنكونوا في نصف النهائي وغنقولوا الكلمه ديالنا. وفوالا كنشكر بهذا المنبر، كنشكر يعني الجمهور المغربي كامل من طنجه حتى للقويره، كنشكر المغاربه اللي كاينين حيت انا كنعيش في بروكسل، المغاربه اللي كاينين في العالم كامل حتى هما كيخرجوا يشجعوا كيبينوا على الوطنيه ديالهم. كنشكر اللاعبين كاملين وكنشكر والد الركراكي والستاف ديالو، دائما ما خصناش ننساو الستاف، لان حنا عندنا بلجيكا كاين بلال الخنوس اللي كنعرفو كان باقي صغير هو والاب ديالو، كاين موسى الحبشي اللي خدام مع والد الركراكي، كاين بزاف يعني الجاليه اللي كبروا في اوروبا والان الحمد لله يعني كيبينوا على الغيره الوطن ديالهم وكيعطيو يعني ماشي 100% 1000% على القميص الوطني. وكنشكر عاوتاني كاين جنود الخفاء بحال اللي كنقولوا دائما، بحال فوزي القجاع والناس اللي خدامين في الجامعه. وما تنساش عاوتاني حتى سا ماجيستي دونك جلاله الملك حتى هو راه يعني كيساهم كثير في الرياضه، لان يعني نهار اللي جا القجاع يعني كان الرياضي الاول هو يعني جلاله الملك محمد السادس اللي كيساهم باش الرياضه المغرب تطلع يعني الفوق وتكون عندنا واحد ليماج كبيره في العالم كامل. وهذا دليل على ان اليوم انا عيطوا لي مثلا نهار الماتش ديال اسبانيا، عيطوا لي اصدقاء ديالي هما بلجيكيين، عيطوا لي بالليل يعني كيهنيوني، وكاين لي كومونتير العالم كامل يعني كيهني المغرب. وحنا يعني اليوم ماشي غير ما كان بريزونتيوش غير المغرب، كان بريزونتيو افريقيا وكان بريزونتيو الوطن العربي والمنتخب الوطني. شكرا بزاف، شكرا. هذه انا كنقولها بايوب النصيري، كنقول شكرا بزاف الركراكي حيت فرحتينا وفرحتي المغاربه كاملين، شكرا ليك حيت دخلت علينا السرور والبهجه. ونتمنى نديو كاس العالم، علاش لا، نحلموا بحال اللي قال الركراكي وحنا كنحلموا معاه تنديو كاس العالم ان شاء الله. الركراكي شكرا بزاف، هادشي اللي غنقدر نقول لك لانك فرحتينا وفرحتي المغاربه كامله. اللعابه كاملين واعرين، كيتقاتلوا كيعملوا مجهود كبير، كلشي اللي كيدخل يتقاتل كامل واعر. شكرا اشرف حكيمي، شكرا زياش، شكرا سيري، شكرا للعابه كاملين اللي كاينه في المنتخب الوطني. حيت قلوبنا معاهم وكندعيو معاهم في اي صلاه وفي اي دعاء. نطلبوا سيدي ربي تبارك وتعالى يعطيهم واحد القوه من عند الله تبارك وتعالى، وربي كبير ودائما المغرب. الراية ديالنا إن شاء الله غادي تكون الفوق.